نصران كاتب القرآن. أهلا وسهلا أخوتي وأخواتي، هاي الكلمة اللي قالتها أختنا لجين، هذه الكلمة قالها أبونا زكريا بطرس وحققت شنو؟ حققت ترند، والمسلمين يهددون أبونا زكريا بطرس والكل يحكي ضده من المسلمين، والسيسي وشيخ الأزهر يحذرون من حرب أهلية. يعني شنو السيسي يحذر من حرب أهلية في مصر؟ يعني السيسي يهدد المسيحيين لو سكتون وما تفضحون محمد لو شو نسوي اختي الجنة؟ يعني يقتلون المسيحيين اكيد. يعني هذا هو الهدف مالتهم. يعني من يقول يحذر من حرب أهلية، يعني شنو؟ يعني لا تفضحون محمد، سكتوا لا نقتلكم. هذه أخلاق السيسي، ومن على شاكلتي لله درك يا أبونا زكريا بطرس، فإنك قد هتكت بيوت أتباع آل أبي كبشة هتكا. صدقت يا أبونا، صدقت يا أبونا زكريا بطرس، إنك لقد وطعتهم وطأ النعالي. أحسنت يا أبونا زكريا بطرس، وكل إحنا وياك ويمثلنا أبونا زكريا بطرس هو رفعة رأس لكل إنسان شريف حر يبحث عن الحقيقة. أختي لجين، يعني ليش أبونا زكريا بطرس يعني صار له يعني عقد ونص من الزمن، 15 مدري 20 سنة هو يفضح الإسلام، ليش اليوم يعني هيك يعني؟ الظاهر لأن أكو ارتداد كبير. فعلاً كثير من المسلمين، كثير من المسلمين ارتدوا عن الدين الإسلامي، ارتدوا عن دين محمد، ارتدوا عن الشخص السكران الذي ألف كتاب القرآن، ارتدوا. وكثير ناس بالآلاف المؤلفة كل يوم يدخلون الديانة المسيحية ويمجدون كلمة الرب يسوع المسيح بكل محبة. نشكر الرب، نشكر الرب. يعني هاي الهجمة كلها ليه الناس تترك الإسلام؟ فعلاً هذه الهجمة بسبب ناس كثيرة تترك الإسلام. والسيسي يخاف من الناس تترك الإسلام. المسلمين وجماعة الأزهر يخافون المسلمين يتركون الإسلام، لهذا السبب. شو يسوون يعني هالدول بالمسيحي؟ وحتى يخافون المسلمين هم. يخافون حتى الشخص اللي بيريد يترك يخافونه. عفية، هيك القصد يعني السيسي يهدد بحرب، يعني يحذر من حرب أهلية بسبب تصريحات زكريا بطرس، أبونا زكريا بطرس باتجاه الإسلام. يعني السيسي بين قوسين يريد يوصل رسالة للمسيحيين في مصر، اللي يحكي على الإسلام أطقه، اللي يحكي على الإسلام أقتله، والله لا أنت ولا أبوك ولا الأكبر منك يقدر يسكت المسيحيين أنه يفضحون محمد. فهم خايفين يعني هم يفضحون الشيطان. يعني الظاهر لأن أبونا زكريا بطرس بيسبب آلاف الناس بإزعاج الشياطين، مئات الناس والآلاف سنويا يتركون الإسلام في مصر والدول العربية بسبب أبونا زكريا بطرس وتلاميذه. ونحن نشكر الرب يسوع من تلاميذ أبونا زكريا بطرس وماشيين على هذا النهج اللي نفضح به الشيطان ومن تبعه. وأقول لكم إن ابن أبي كبشة مغتصب الأطفال لا يستحق التقديس، اللي يذبح أطفال، اللي يغتصب طفلة لا يستحق أن يكون رسول، ولا يستحق أن يمجد أو يتعالى، لا يستحق أبدا، ولا يستحق أن يصلى عليه أصلا. طفلة عمرها 6 سنين يغتصبها وهي تلعب بالمرجوحة وتلعب بلعابات، ذل البنات اللعابات الصغار. يجي يغتصبها محمد ويتزوجها عمره 56 سنة، بدي 53 سنة، فتبدون 53 سنة عمره، فتبدون نقدس ابن أبي كبشة الكذاب. ولا يحق لأنه أن نمجد هذا الشخص وهذا الشيطان عندما تأتي أم قرفة ويشقها إلى نصفين. لا ينطق أنه فعلا على خلق عظيم. هذا هو الذي أحسنت، لا ينطق أنه على خلق عظيم، لا يجوز أن تقول هذه الكلمة. مرة عجوز أم قرفة حطها بين جبلين مذمم ابن أبي كبشة الكذاب.